أنه أحد يغلط عليك بكلمة أحد سمعيني أو حتى حرف واحد. هي إيه في إيه؟ بكلمك بقالي ساعة بتقولي لي هي في إيه؟ عاوزة إيه بتقولي إيه؟ عاوزة إيه بتقولي إيه؟ بقولك شفتك واقفة مع طلال بره، كان بيقولك إيه؟ كان بيقولي إن الموقع اتقفل والصورات مسحت خلاص. إيه ده؟ إزاي بقى؟ اتأكدتي من الكلام ده؟ لا. وإيه اللي مخليكي متأكدة قوي كده؟ عشان عمري في حياتي ما شفت حد صادق زيه كده. طب بقولك ايه؟ بتفتحي الانستجرام كده ونتأكد؟ حاضر حاضر. ها لقيتي ايه؟ لحظة بس لحظة. الموقع كله ملوش اي اثر. طلال ما بيكتبش.